ده سنين. مساء الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بالجميع في سحب يومية رقم 920 لليوم الثلاثاء 24 أيلول 2019. ما حدا يقول ما في مصاري أو كيف بدنا نكفي الشهر، بوجود يومية دايما بتهون من التنين للجمعة. بتقدروا تجربوا حظكن وتفوتوا بفرصة ربح من الألوف للملايين، وإلا ما يجي يومكن. قبل ما نبلش بتمنى لكم الحظ الحلو والربح، ومنرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية أستاذ جلال زيدان. مساء الخير جلال. مساء النور، كيف صحتك؟ الحمد لله. ننتقل أنا وياكم فورا إلى المكانة لنبدأ مع سحب يومية ثلاثة. سرير يومية ثلاثة الرابحة لليلة بتحمل الأرقام التالية 5 3 و7. وبيكون صرعنا الرقم 537. كل يلي تكسوا هود الثلاث أرقام ألف مبروك لألكن. إذا اخترتون بالدور المبلغ يلي دفعتوه فيكون 500 1000 1005 2000 2005 أو 3000 ليرة، بتضربوه ب 400 مرة. وإذا اخترتوا أرقامكن حيالله المبلغ المدفوع تضربوه ب 70 مرة. أكيد كل ما تدفعوا أكتر كل ما رح تربحوا زيادة بطبيعة الحال. من يومية ثلاثة بننتقل أنا وياكم لسحب يومية أربعة. الطابة الأولى لليومية أربعة بتحمل الرقم 9 1. الطابة الثانية 4. الطابة الثالثة 6. الطابة الرابعة 9 1 4 6. كل اللي تكسوا هودي الأرقام ألف مبروك لإلكن. إذا اخترتون بالدور المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. وإذا اخترتون حيالله المبلغ اللي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة. من يومية أربعة بننتقل أنا وياكم لآخر سحب يومية خمسة. الجوائز حرزانة أكثر مع يومية خمسة، وهالمرة البوكالات كلهم رح يشتغلوا لنشوف 5 أرقام. بنبدأ مع الطابة رقم 0. من بعد الصفر 1. خمسة 2 0 1 5 5 2. هول هن أرقام اليومية خمسة لليلة. لكل يلي تكسوا هود الأرقام بدهم تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 40000 مرة. يلي تكسوا الأرقام حيلا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 350 مرة. هول كانوا نتائج يومية اليوم. يلي صبوهن ألف مبروك، ويلي ما توفقوا بسيطة، بس على كل حال رح نرجع نتأكد منهم كلهم سوا مع أستاذ جلال. تفضل. سحب يومية رقم 920 لنهار الثلاثاء 24 أيلول 2019. أرقام الرابحة لسحب يومية 3 5 3 7، لسحب يومية 4 9 1 4 6، لسحب يومية 5 0 1 5 5 2. يعطيك العافية جلال، شكرا لك. مشاهدينا نحن بنشوفكم بكرة مثل هالوقت. ما تنسوا تكتروا شبكاتكم لحتى كمان تفوتوا بفرصة ربح من 35 ألف ليرة لل 120 مليون ليرة. باي باي.